كحله ومخلي العطور ولابسه الشفية الخضراء، هاي الرجال مو النساء. وعندكم جعلوية، وعندكم جعلوية موسوية حسينية حسنية هاشمية، ما ادري منين على عيني وعلى راسي، لكن هذا لا يجوز. كثير من البنات لابسه بنطلون ولابسه تراب سود ولابسه العبايه الاسرائيليه ومخليه المكياج ومخليه هاي الكبشه على راسها، هذا لا يجوز شرعا. هذا من موارد الزينه. المرأة لا تتزين الا لزوجها. الشباب التزموا بمواقيت الصلاه. كثير من الشباب نشوف لابس صليب اسرائيلي، كثير من الكحله ومخلي العطور ولابسه الشفيه الخضراء، هاي الرجال مو النساء. وعندكم جعلويه، وعندكم جعلويه موسويه حسينيه حسنيه هاشميه، ما ادري منين على عيني وعلى راسي، لكن هذا لا يجوز. كثير من البنات لابسه بنطلون ولابسه تراب سود ولابسه العبايه الاسرائيليه ومخليه المكياج ومخليه هاي الكبشه على راسها، هذا لا يجوز شرعا. هذا من موارد الزينه. المراه لا تتزين الا لزوجها. الشباب التزموا بمواقيت الصلاه. كثير من الشباب نشوف لابس صليب اسرائيلي. كثير من